مرحبا بكم الناس الكل. احنا موجودين في معرض لثيث بالكرامضك. ما نجمش نجي للمعرض اي سورتو من عمل يطلع على الدار الكبيره على ان طون موبل. وبيان سور كي نسمع انهم عاملين اون نوفيل كوليكسيون تلقاوها بيان سور معنا في الفوار. يلا معنا نعملوا دوره مع بعضنا. وفي 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 هوني بحذنا كالعاده. صافا ما نجمش نجي للمعرض ما نلقاكش انا. ليه امبوسي صافا مالا كوليكسيون. انا دخلت عمل دورة قبيلة او ما تعرفش ندخل المشاهدين معنا. توب واو تفتق. نشوفوا لي ديتاي اللي موجودين. حاجة مانيفيك. ليد التوش دو ليد اللي هي حاجة تخي توندونس. خدموا ياسر على الكونتمبوران في الكوليكسيون هذه لا نوفيل كوليكسيون اللي انا ياسر عجبتني. شوفوا لي ديتاي نتاع الفرش. التيشو اللي خدموا عليه سورتو قماش دو اوت كاليتي دو اوت جام. لي كولور اللي هما ياسر خارجين السنات سكي بلون اللي ديريفي نتاع الابيض الغريج الغري البيج. دونك حاجه ياسر مزيان. شوفوا زاد كيف كيف لي بلاكار. حاجه ياسر نشوفوا لي ديتاي ما بعدنا البلار. حاجه جديده نشوفوها في لي دريسينغ اللي نراو فيها في العالم في عالم توسكي ديكوراسيون اي اموبلمون. نشوفوا التوش نتاع الليد زاد كيف كيف في الدريسينغ. الحاجه اللي تخليها اوريجينال اي لا توش سبيسيال دو انتر موبل موجوده بيان سور. نمشي لكم في حاجه تمشي مع التيم الكل. دونك تنجم تاخذ الشامبرا كوشي تلقى معاها سالا مونجي تلقى معاها الباو تلقى معاها الليفينغ اللي هما حاجات ياسر مزيانه. دونك نشوفوا مع بعضنا هذيا السالا مونجي اللي هي ياسر ياسر مزيانه. نراو نفس التيم نفس الستيل ميم لي ميم كولور لي في ماربر كيف كيف كالعاده حاضر. هذيا لو باو. دونك نشوفوا لي باو نتاعهم اللي هما قداش فيهم دي مويان دو رونجمون يسهلوا عليكم. ديما احنا نسي ويمشي نحط المعون ويمشي نحط السيرفيس ويمشي نحط سيرفيس كذا. دونك مش المغارف العاديين اما كل ميناجير اللي نشريوه ب 100 ل 1000 ونبداو خايفين عليهم ويمشي نحطوه. دونك دي مويان دو رونجمون يسهلوا عليكم وتنجموا تحطوا المعون البلار نتاعكم اللي انتم بيان سور تحبوا تزينوه في بلاصه ويبدا خايفين عليه. نجيو كيف كيف توا للليفينغ اللي خرجنا من ستيل الليفينغ القدم اللي اليمون صغير. اليوم نحكيو على اليمون ماستر بيس اللي هو كبير بالحق يعطي ياسر منظر مزيان في الدار يعطيك منظر ياسر مزيان في الصالون والا كيف كيف في السالا مونجي تلقى فيه دي مويان دو رونجمون كيف كيف تلقى فيه وين تحط لانستالاسيون دو تيلي. وما نساوش للناس تحب تزين الكريستال نتاعها البلار سيرفيس القهوه والحاجات المزيانه الكل. دونك عندكم كيف كيف باب كامل او كومبارتيمون كامل باش تزينوا فيه. دونك حاجات هكا دو فالور عندكم تحبهم تحطهم زاد كيف كيف اون فالور. مش هذايا برك في انتر موبل. انا نقول الاسعار مدروسه ومدروسه للغايه. دونك باش نكملوا دورتنا في الشوروم بلوتو في الفوار. نشوفوا مع بعضنا السالون هذه اللي هي ياسر مزيانه. تشوفوا لا كولور. الحاجه اللي نحب نقول لكم عليها انه كي تعجبكم سالون الهوني دونك عندهم بليزيور شوا نتاع الوان. اليوم في انتر موبل نحكيو على اكثر من 1000 لون و1000 ديريفي دو كولور. تنجموا تختاروا بيان سور اللون وتكستور اللي انتم تحبوا عليها نتاع القماش. شوفوا السالون هذه اللي هي اون بوكلي اللي هي ياسر مزيانه. سي لا توندونس سي لا غراند توندونس في عالم الاثاث. انا نحب زاد نحكي لكم على الموس اللي هو سي دو موس انجكتي اللي تلقاوه بيان سور موجود في لي موديل كل نتاع انتر موبل. دونك كاليتي نتاع موس ده كيف كيف توف دو شي توب. ماهيش شكل يابسه اكل فارم اللي انت بعد مده تطيح لي. دونك حاجه سوبل حاجه دو اوت اوت كاليتي بيان سور اللي تلقاهم طبعا موجوده كان عند انتر موبل. انا نحب نزيد نعمل بكم دوره ما نعرفش وين باش نهزكم وين باش نخلي نهزكم للبيت النوم زعما. يلا معنا البيت النوم.
دونك بيت نوم من اخر شومبر اكوشي توجور التكستور اللي خارجه سنه لي موديل اللي خارجين سنه سي لا كوليكسيون تاع 2023 سي لا نوفيل كوليكسيون اي لا نوفيل ليني دو شي انتر موبل تشوفوا في دي موديل تري ان تري برانشي تري ستيلي يمشيو طبعا مع الاذواق الكل بالنسبه للدريسينغ كنا في الشامبر اكوشي الاخر حكيت لكم انه لي دريسينغ بالبلار فما ناس اللي يحبوا دريسينغ كل لوح دونك يعملوا لكم حاجات بيان سور سلون شو نتاعكم اي سور ميزور طبعا الحاجه اللي تلقاها طبعا كان عند انتر موبل تفرجوا التوش نتاع الليد عاتيه ياسر منظر مزيان كيف كيف خدموا على الفينيسيون فينيسيون تفتق الحقيقه انا فان دو انتر موبل وكليونت فيديل عندهم دونك نجم كان نودكم وننصحكم كان بالحاجه المامو يلا نكملوا مع بعضنا الدوره احترت شو نختار احترت شو نوريكم وش باش نخلي هذا صالون كيف كيف من نوع اخر تلقاو لي كانابي ا دو بلاص تلقاو لي كانابي ا تخوا بلاص تلقاو لي كانابي ا كات بلاص تلقاو لي بوف دونك سولون ليسباس اللي انتم عندكم في الدار بيان سور تنجموا تعملوا حاجات sur mesure et toujours branché in ou qui n'a qu'au rapport qualité prix ou احسن affaire نجم تعملوا اليوم مع انتر موبل شوفوا صالون معايا ما شبهها ومزينها هذه هذوما دي كانابي ا 3 بلاص نجم ا 2 بلاص بلوتو مي ال سون جينيروز بارك الله شوفوا قداش مزيانه في الكوسان زادا كيف كيف عندك ما تختار عندك شواء كبير انا نحب نحكي زادا كيف كيف على القماشات نرى في العالم الكل انه ستيل هذايا هو اللي خارج سني وبيان سور الدنيا كل اذواق دونك تحب تجي وتعدي الكوموند نتاعك تنجم تجي هوني سور بلاس للفوار والا تمشي بيان سور لل 14 نقطه بيع نتاعهم اللي موجودين فيها من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب تعديوا لي كوموند نتاعكم وكالعاده ديما عندهم اقوى سيرفيس دو ليفريزون واقوى سيرفيس ابري فونت اي كيف كيف سيرفيس دو مونتاج يجيو يركبوا لك بيت نومك ولا بيت الصاله نتاعك ما يخرجوا من دار الا ما كل شيء انستالي وفي بلاصتو بي في نوفيل كوليكسيون تاع انتر موبل نراو الماستر بيس هذايا اللي ليفينغ انورم طبعا اللي تراو فيه معايا موجود سيغ ايماج حاجه مزيانه على الاخر للناس اللي عندهم اسي ديسباس في الدار وتقول لك الحيط نحط فيه اليمون صغير باش يضيع لي خموا فيكم انتر موبل عملوا لكم ليليمون جيون هذايا اللي هو ماستر بيس نعاودوا نقولها تلقاو فيهم زاد كيف كيف دي موديل ديفيرونت كل اذواق نلقاو كيف كيف فيه اغيير ياسر مزيان افي ماربر حاجه توب دورتي اليوم معاكم وفيت مع انتر موبل اليوم وريتكم كل لا نوفيل كوليكسيون اللي هي براتيكمون مهيمنه اليوم في ستان تاعهم ما وريتكمش برشا حاجات ما وريتكمش لا كوليكسيون الكل انما انتم كتجي اليوم هوني دونك قبل ما يوفى المعرض والا في لي شوروم تاعهم بيان سور باش تكتشفوا بقيه لا كوليكسيون اللي هي حاجه ياسر 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 مزيانه دي توندونس الكل موجودين لي تكستور نتاع القماشات الكل موجودين لي موديل الاذواق الكل براتيكمون تلقاو ما تنجموا ترضيو الذوق نتاعكم اجيو او بيان امشيو لل 14 نقطة بيع اللي موزعة من بنزرت وصولا حتى لقابس تلقاو كل ما يرضيكم بالاسعار المدروسة والحاجات المزيانة اي رابور كاليتي بخي من احسن ما تختار وبيان سور كي نقولوا انتر موبل نقولوا الدار الكبيرة نقولوا زادا كيف كيف السعر والحاجات المزيانة والفيانة اللي متلقاها كان عندها رجعنا مكملين معكم اللي تبقى من حلقتنا اليوم الجمعة في الام 9 وكالعادة وكما سنسناكم بالليزوفر واللي برومو متاع ياسير اكسبريس جيناكم اليوم للعبيد المغرومة بالماكلة الشرقية اي سورتو السورية تنجموا تتمتعوا ب 50% دو ريدكسيون من عند ريستوران سلطان حلب دونك انت اللي موجود في الزون اريانا والى المنازة تنجموا تكمنديو وتتمتعوا ب 50% تخفيض سورتو لا
لاكارت من عند ريستوران سلطان حلب من نص النهار حتى يشر النص الليل. ما لفاش تستناو تيليشارجيو لابليكاسيون اي بروفيتي من لوفر هذيا. دونك معايا سير اكسبريس بكليك كل شيء اللي يجيك يجيك. وانا نتعدى للشيف فتحي قالت لي المره اللي فاتت انت من غير كليك كل شيء يجيك. انا بلاش كليك يجي كل شيء. الوغ اليوم حفلتنا ب غراتان دوبرجين. نعرفك تحب البتنجيله برشا. اليوم غراتان دوبرجين نتاعنا فيها صوص طومات سيكا من استعملت فيها طماطم لي بالثوم. عملت لها اون بيشاميل خفيفه، حطيت فيها الجبن مرياح لي تخوا فروماج، قليت البتنجيله جوست جلي سوتي شويه باش ذبلت، ومن بعد عملتها غراتيني بالطبيعه. دخلت كوشها سخنتها 200 درجه اون فوا غراتيني، تخرجوها وتاكلوا بالشفاء. معاها هي عملتها لي بان بيتزا، هذوما سي دي بول بيتزا. وقت تحلها الخبزه تلقى في وسطها الطماطم نتاعها، تلقى في وسطها الجبن، تلقى في وسطها الجبن يتجاب، تلقى التن نتاعها في وسطها، زيتونها في وسطها، وهي بالطبيعه الشيخات الكل في وسطها، هريستها في وسطها. استعملت فيها طماطم سيكام صوص بيتزا سيكام، حطيتها في الليمول نتاع سيليكون جلي زي كونجلي، باش من بعد عبيتهم حطيت فوقهم موتزاريلا. فوالا لا فاسون دو فيغ. وحطيت فيها الموتزاريلا، تن البدر المتميز، حطيت لها شويه زيتون تنوشوها بالحاجات هذوما، زيتون تاعي بالطبيعه من عند بني غلان لا غروند ايبيسري. معاهم طيبتهم في كوشه سخنتها 250 درجه. سخانه خبز. سخانه خبز. اوكي. معاهم هما عملت هالجاتو كريب هذايا بالطبيعه. نسيت ما قلتلكش اللي البات نتاعي راهي بيتزا سمارت شيف. بيتزا سمارت شيف بيان سور. اي. مع هذايا عملت هذايا ميكس برانش، لي كريب نتاع ميكس برانش. عملت دي كريب باش عملت الجاتو هذايا. الجاتو نتاعي عملت له كريمه سمارت شيف، وخلطتها بالبات دو نوازيت نتاع من عند بني غلان لا غروند ايبيسري. وريتكم المونتاج، وريتكم كيفاش تستعمل الديسك، اي في الاخر زينتهم معجون سيكام الكرموس، وعملت لهم الغارنيتور شويه لوز شويه فاكهه فوق وجههم، وتاكلوا بالشفاء. نشكركم على المتابعه وعلى الاهتمام، ونقول مزودينا ميرسي ميل فوا على الثقه اللي عطيناها لنا. ميرسي. يعطيك الصحة شيف، أنت راك باهتة تقول صافي ما ذاقتش الشتاء. أنا من بعد شنو نقعد في عقلي من بعد عاد شيف ونعمل ديغوستاسيون في أقل عقلي. صح. يعطيك الصحة شيف. دونك من خلالك نحب زاد كيف كيف نشكر كل مزودينا دون استثناء. دونك نشكروهم على المنتوجات الهايلة هذيا والمزيانة. أنا نحب نشكر كيف كيف انتوما اللي تفرجوا فينا، انتوما مشاهدي برنامج الام 9 على التاسعة الدار. ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وصحة جيدة يا ربي. انا نحب نشكر مزودين نتاعي مهي مدن على اطلالتي اليوم على الاوتفيت نتاع اليوم. مهي مدن تلقاوها موجودة في اكثر من نقطة في مختلف الولايات الجمهورية، تلقاوها مع الباج فيسبوك والانستغرام والى لوغ سيت ويب مهي مدن. نشكر فلور دو ليس بوغ لا ميزون بوتي، تلقاوها موجودة في اللاك في المنزه وفي المرسى، باج فيسبوك وانستغرام فلور دو ليس. نشكر سيسايد شوسور، سيسايد الماركة التونسية لكن بتقنية وجودة وموديلات إيطالية، تلقاهم موجودين في المنزه وي، تلقاهم في نابل وصفاقس، باج فيسبوك والانستغرام إي لوغ سيت ويب. إن شاء الله مبروك عليهم اللي هو سيسايد. دونك تلقاوه موجود طبعا أسفل الشاشة. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، إن شاء الله نكون قدمنا لكم الإضافة. نهاية أسبوع موافقة للجميع، ما تنسوا غدوة بعد غدوة حلقات متميزة مع فاطمة سويت في الويكاند. باي باي في لمن الناس الكل. علاش لي
يطن البدر وهل يخفى القمر. وردة سرنا المحب. سيكام حارة. اوبا ده جامدة يا عم. نايس. ممتازة. بنينة. رائعة. حلوة بس حارة والله، بس عادها قوية. طب ميسي يا لب. عسل. الله حارة. حارة. تحب تزيد زيد. هذه تفيد حتى على لشان الجو. نفس النوبة استخدمه. ثانك يو. بن إغلال زارتنا البرد. Thank you.